اللي ما يشتغلش، اللي ما تبكيش على يمه، اللي امه مش هتبكي عليه، مش هتعيط عليه، هيروح يتفرج. وقال لك مش عايزين كأس العالم، عايزين نرجع حق اخواتنا اللي توفوا في مصر. وحتشوفوا عمر اديب، I'm sending you this message. I'm sending you this message. انا نبعت لك هذه الرساله ليك انت، انت من سيتحمل هذا وصال خوتنا الجزائريين والحرب اللي وقعت. دفعتني اني نقول انا ما نحبش نشم ريحه مصري، ما نزيدش نسمع بالمصاروة كاع. مصر نحيتها من الخارطه تاع دماغي، ما كاش مصر. هاك نجحت، انت نجحت في انك تكره انسان جزائري كرهته في 80 مليون مصري، فيهم امام، فيهم استاذ، فيهم دكتور، فيهم صحفي، كرهتني فيهم كاع. وربي شاهد باللي انا بك انت كرهتهم كاع. معليش راك نجحت، الناس راح يقولوا باللي انا مهبول، انا مقود، معليش ما يهمنيش. واش درتو؟ راح واش زرعتو؟ راح تحصدو، راح تحصدو. انا نسمع دوك كنت تسمع في الفيديو، رضا سيتي ساز يبكي. باش تبكي راجل يحب لك، عشان تبكي راجل وقولوا قولوا دي اوانتا ودا كلام، كلام شوارع وكلام ما سمعتم به وقع في الجزائر اليوم، ما هو الا مقدمه لنهايه العلاقه الجزائريه المصريه. مش عايزين علاقات دبلوماسيه. ضربت الفريق الوطني وكنا متسطر على العلاقات الدبلوماسيه، قلنا دول اخواتنا ودول الاشقاء وبيناتنا تاريخ. اليوم اثبتتم لنا انه الرسالة اللي أنا زعتها امبارح، زعت جزء منها وكنت بزعها كرسالة تحذير لإخواننا السودانيين ياخدوا بالهم من المسألة ويعرفوا إن المسألة مش هزار. أدي بيقول لك إن إحنا رايحين الأم مش هتبكي عليه، يعني هو بيقول لك إحنا صايعين وضايعين وما مرناش أي حاجة، ولا إحنا رايحين، وإحنا رايحين عشان نموت، ورايحين مش عايزين أي حاجة، وإحنا مش عايزين علاقات. إيه بقى؟ أنا نفسي أفهم، نفسي حد يقول لي هل يعقل هذه الكراهية؟ هل ممكن هتبقى عشان ماتش كوره، وعشان حد قال كلمه هنا، ولا عشان حد قال كده، ولا عشان الاعلام بتاعنا قال كلمتين؟ ده ما يتعقلش الكلام ده. دليل ان في حد بيلعب في الخفا واحنا نايمين على ودننا. ده دليل في ناس عماله تدس السم، ولا عمالين يشممونا حاجه غريبه بتخلينا نكره بعض، ولا انا مش عارف ايه اللي بيحصل. ايه الكراهيه دي؟ ايه حجم الكراهيه والحقد والغل اللي موجود عند هذا البني ادم ده؟ هل ده معقول ده يكون نتائج ماتش كوره؟ وهل يعقل ان احنا بقى في الكوره نعمل هذا الكلام؟ بلاها الكوره. واذا كانت المساله هتبقى كده مش